استقبال فرحا، يعني كانوا يتوقعون العودة للتيار الصدري، ولكن العودة ليس بهذه السرعة، فبالتالي كان هنالك مؤيدين لتغيير اسم التيار الوطني الشيعي، فبالتالي ربما هم يطمحون على أن يشارك زعيمهم مقتدى الصدر في هذه الانتخابات حتى ينتخبوا ويغيروا الوجوه التي وصفوها بالفاسدة حسب كلامهم، إنهم لا يريدون الطبقة السياسية الحالية ولا حتى التحالف معهم. بالتالي تغيير اسم يعني اسم التيار الصدر إلى التيار الوطني أشياء هي بادرة جديدة للانطلاق والدخول في العملية السياسية والعملية الشعبية التي انسحب منها التيار الصدري قرابة السنتين. فبالتالي ما يريد أنصار التيار الصدري هو العودة، وحتى وإن كانت بأسماء جديدة، حتى وإن كانت بصفات جديدة، ولكن على يكون الفحوى والمضمون هو مقتدى الصدر زعيمهم والمتحكم بهم والدخول في العملية السياسية والشعبية بأسرع وقت ممكن. طيب، لماذا يعتبر تغيير اسم التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي خطوة هامة في سياق العودة المحتملة لمقتدى الصدر إلى الساحة السياسية؟ بكل تأكيد، يعني هنالك من يرى من المعارضين أن تغيير الاسم هي بادرة للدخول في العملية السياسية، ولكن ربما قد يشكل خوفا ويشكل قلقا على يعني معادين ومعارضي أنصار التيار الصدري أو أنصار التيار الوطني الشيعي حسب كلام مقتدى الصدر وتغيير هذا الاسم. فبالتالي ربما قد بدأوا لمبادرات جديدة للتحالفات الجديدة مع مقتدى الصدر حتى يكسبون وده في الدخول في العملية السياسية. هو رافض رفضا قاطعا التحالف مع الإطار التنسيقي، مع الوجوه التي أبعدته عنوة من مجلس النواب وأبعدته يعني عنوة من العملية السياسية. الدخول الجديد ربما قد يشكل خطرا كبيرا، لأنه كان في الفترة السابقة وفي الانتخابات السابقة حصد على 70 و71 ما يقرب من 71 صوتا، ربما في هذه الانتخابات يفوق 80 مقعدا، وهذا يشكل خوفا وقلقا وهاجسا لدى أغلب القوى السياسية التي تفكر بالتحالف معه بأسرع وقت ممكن. طيب، كيف يمكن أن يؤثر عودة مقتدى الصدر على المشهد السياسي في العراق، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة يا مهدي؟ كما تعرفين يا وسن أن الانتخابات البرلمانية ربما يفصلنا سنة عن هذه الانتخابات. هناك الكثير من المتغيرات التي قد تطرأ على هذه الانتخابات. من ضمن هذه التغيرات التي تطرأ ربما حصول التيار الصدري على أكبر عدد ممكن من المقاعد، كونه يود الدخول، هذه تغيير الاسم وتحشيد جماهيره، ومن ثم دعوة نوابه الذين المستقلين من مجلس النواب هي بداية للدخول في العملية السياسية. هذا الخط سيشكل قلقا على القوى السياسية التي لا تريد عودة التيار الصدري، وإذ كانت عودته لا تريد أن يبقى معارضا، تريد أن يبقى حليفا لها. ربما في هذا المشهد تتغير العملية السياسية عن بكرة أبيها عن ما يجري بها الآن، وربما قد تتغير الخارطة السياسية ويعود يعني كما شكل التيار الصدري تحالفه الثنائي، ويكون هو الثلاثي بين أحزاب يراها يعني ربما قد الأقرب إليه هي تحالف تقدم كما أسسه، كما يعني اشترك معه، وكذلك الحزب الديمقراطي الجديد. فبالتالي عودته ستكون ثلاثية مع التحالف الثلاثي والعودة إلى البرلمان لتشكيل الكتلة الأكبر، لأنهم لا ينقصهم عدد نواب في الفترة السابقة. بالتقادم والسنوات ربما ازدادت شعبية والكثافة السكانية للتيار الصدري، وقد يحصد أكبر من هذا العدد بكثير عن الانتخابات التشريعية، فبالتالي ربما قد يدخل بأغلبية مطلقة في الانتخابات المقبلة إذا شارك التيار الصدري.